بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا لهنا فرحانين وقاعدين نشاركوا اخواننا في الفرحه، وفي نفس الوقت ردوا على الناس جوب العهد البائد، ردوا عليهم وقولوا ما احنا موجودين، واحنا راهم 10 رجعين بالتوالي، والتاريخ راهم 10 رجع بالتوالي، وراه الاسلام قادم والشريعه قادمه، واحنا كيما واقفين خذ تربي 10 رجعين بالتوالي. نحب نقول نظمنا الوقفه هذه الاحتفاليه من البارح في الليل واليوم وغدوه بحول الله، خذينا رخصه قانونيه باش نحتفل بشرايط المجلس التاسيسي الذي نظلنا من اجله في ايام القصبه 1 و2، تحدينا المطر والشتاء، تحدينا حكومه محمد الغنوشي التجمعي الاولى والثانيه، تحدينا عديد العراقيل باش خرجنا بمكسب هام للشعب اللي هو المجلس التاسيسي اللي يدعيه اليوم قوى الرده والتجمعيين الى اسقاط شرعيته، وهذا معناها مثير للاستغراب. اثنين، اليوم نحن كرابطه وطنيه لحمايه الثوره قمنا معناها بالاحتفال بالانتخابات النزيهه والشفافه التي لاول مره تقع في تونس. اثنين، نحن يتهمون مجلس حمايه الثوره والرابطه الوطنيه باننا ميليشيات ودعاة عنف، هذا غير صحيح، مش صحيح. نحن دعاة سلم، همنا الوحيد هو تونس وبناء تونس. نحن مجالس حماية الثورة أيامات 14 و15 و16 و17 في ظل الانفلات الأمني المتعمد ساهمنا في الحفاظ على ممتلكات الناس والمواطنين والحفاظ على أرواحهم، جندنا في الشوارع باش نحميهم من اللصوص ومن المجرمين، عرضنا أرواحنا للخطر وكنا معناها في المستوى. اليوم يطالبوا بحل هالمجالس في الوقت الراهن هذا مع الدعوة إلى إسقاط شرعية المجلس التأسيسي، وهذا كل عملية ممنهجة من قوى الردة من التجمعين ومن المعارضة الفاشلة. نكذب عليك نقول لك نحس بالرضا، أشعر بالسخط والغضب. قل لي علاش؟ لأنه الترويكا والمجلس التأسيسي ما سنش قانون يقصي التجمعين من العمل السياسي، وهما توا قاعدين يتلونوا كالحرباء من تجمع يمشيوا نداء تونس أو إلى المبادرة. أين فتح ملفات البوليس السياسي؟ أين القائمة السوداء نتاع الإعلاميين؟ قائمة خضراء ولات مع السوداء. انتظرنا معناها وين؟ مانيش فرحان أنا. فما حاجات فرحان اليوم فما حاجات مانيش فرحان. أنا نحكي معك كثوري مانيش فرحان. استكمال المسار الثوري لم يتحقق بعد. أهداف الثورة لم تتحقق بعد. مانيش قاعد معناها أنا قاعد بيت وقتاش يتحققوا؟ مساندة الشرعية، دعم الشرعية، لأنه هذه للذكرى الأولى لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. لازم نفصلوا بين النتائج وبين الحدث. الحدث هام، الحدث هذا حدث كبير في بلادنا وعلامة فارقة في تاريخ تونس بصرف النظر عن نتائج. الناس شرعية في عيني، الناس اللي ما خذها انتخابات ما تحبش تحتفل بالشرعية، هذا خلل في الفهم والوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني مش موجود كشخص، موجود رجال ثوره بيكرموا بكل لنا، الرابطه الوطنيه حمايه الثوره، المجلس حمايه الثوره، ثم حتى من عدد الجهات يفوزوا هنا. البعض جاء اليوم هنا للاحتفال. نحن كرجال ثوره بيكرم او كرابطه وطنيه حمايه الثوره لن نحتفل والحكومه لم تحقق الى يومنا هذا اهداف الثوره. لن نحتفل والى يومنا هذا لم يحاسب المجرم ولم يحاسب اسلام النظام. انا ورجال الثوره بكرم سنحتفل يوم تنصب المشانق الى اعداء الشعب هذوما، الى من عذب والى من اضطهد والى من سرق والى من اغتصب والى من سجن والى من ظلم الشعب هذايا. عندما تنصب لهم المشانق يومها ستحتفل وسيحتفل جميع الثوار بثورتهم. لنا عوده ان شاء الله
بعد 23 اكتوبر، وهذه المره ستكون باكثر صرامه وباكثر شده وباكثر عنف ضد من؟ ضد هذه الحكومه كي ترضخ الى تحقيق اهداف الثوره بتاعها. صراحه اليومنا هذا ما تمش حاجه اسمها عنف ولا عنف منظم، ولا ان شاء الله انا نتمنى تما عنف، ولكن العنف هذا ضد من؟ ضد اعداء الثوره. ضد اعداء الثوره هذاك علاش الازلام عادوا؟ لانه ما اخذوش الحق بتاعهم بالثوار الصحيح. يعني كان من الايامات الاولى 14 15 16 17 جونفي طبقنا قانون الثوره، راهو توا لاباس على الشعب الكل، ولكن سكوتنا وتسامحنا واذهبوا فانتم الطلقاء طلعت لغه لن يفهمها ولم يفهمها الازلام. بالنسبه للخصوم السياسيين او من يخالفوننا في المنهج ولا في الايديولوجيا نحترم ارائهم، ولكن ان اعتدوا او تطاولوا على العقيده بتاعنا وعلى الدين بتاعنا وعلى المنهج بتاعنا طبعا لن نسكت. يا شبه يا جمهوري، يا شبه يا جمهوري، كبشة زوايا وسط الكوري، كبشة زوايا وسط الكوري، لمماتكم في جمعية، لمماتكم في جمعية، متعبي وش بلدية، متعبي وش بلدية، متعبي وش الرحمن الرحيم. اليوم هذا عيد الشرعية، يحييه كل من يناصر الشرعية، كل من يناصر الثورة، ومن حق بعض الناس أنهم ما يحتفلوش به، من حق الناس بعض الناس أن يحتاجوا. هذا داخل في إطار منسوب الحرية لحقات الثورة، واللي نحن مؤتمنين عليه وبإذن الله نحافظ عليه، ومن حق كل واحد أن يكون له رأيه، ولكن نعتقد أنه الأفضل أن نفرح في هذا اليوم. دستور تقدمنا عمليا تقدم ملحوظ، اليوم بإذن الله بعد شوية تقريبا بعد ربع ساعة باش نبدو أول جلسة للنقاش العام للمضامين الدستورية، المحور الأول محور المبادئ والطوطأة وتعديل الدستور باش نناقشوه إن شاء الله، وبعدها نتقدموا بإذن الله شيئا فشيئا لنوصلوا عندنا مرحلة أخرى قادمين عليها الحوار الوطني، لأنه ما نحبوش نكتبوا الدستور في أبواب مغلقة، باش نهزوا المضمون اللي وصلنا له ونمشوا به للشعب في الولايات الكل، نعرضوا عليهم هاي خدمتنا شو رايكم فيها، ومن بعد نرجعوا للمجلس لإقرار الدستور فصلا فصلا إن شاء الله. تحيا تونس، تحيا تونس يا خلمان الخنوشي، تحيا تونس، تونس اللي نسيتوها، تونس 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 14 شوط في قناية واحدة، تونس 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 الإيدين الأخضر، الإيدين الأخضر، تونس ونخاف عليه خمسة ونخبيس عليه